أخبار اليوم. من حوالي 3 أشهر أو يعني حسب المحضر الحادثة الواقعة بالحادثة، إن عملنا اليوم ده المحضر في اليوم كذا، بس أنا مش فاكرة يوم إيه. إن هم دخلوا على ابني وتهجموا عليه وشدوه، قالوا الكلب هاته، وشد ابني وجرجره. جه واحد راجل كبير واقف عنده 60 سنة، فحماده جاي بيقول له يا اوشا حوش الكلب عن الراجل الكبير اللي بياكله. قال له انت مالك انت، هات انت راخي. راح الكلب جاري عليه وراح جايب حماده، لما اخذه ركب عليه قدام المحلات في الشارع وقدام الشارع كله من اوله لاخره. جابه من خصيته، جابه من خصيته وركب عليه، بقيت قلتهم وصاحبه عريس وعمل فيه كده. انا امي تفضل بتاعي يبقى في كده. انا ابني دلوقتي كان بيتألم، كان كانوا في لما ابني كان عيان وكانش بيعرف يقعد ولا يقوم ولا ينزل يجيب ياخد حقنا يشيلوه. هما كانوا في دلوقتي اللي عايزين حق الكلب، وحق ابني فين؟ ابني اللي كان متمرمط وشفنا المد علينا، يقولوا الكلب اتعذب. ابني اتعذب كذا تعذيب، ابني اتعذب ما في الكفايه، ولا كان ليل ونهار عيط عليه انا واخواته. حرام كده اللي هما بيعملوه، الدنيا كلها اتقلبت على ابني. ما تشوفوش ليه الكلب عمل في ابني ايه؟ ها؟ حرام فين حق ابني طيب؟ لما هما عايزين حق الكلب، ابني اللي كان بينامش الليل ولا النهار. ولا مع ده، وما زلت بقول ان الناس دي مش مجرمه بالطبيعه. ان الناس دي مش معتادين الاجرام. وانا شايف ان في مشاكل في البلد اكتر من كده كتير كتير كتير. اذا كانوا بيدوروا على موت كلب يدوروا على موت اكتر من 7 مليون ناس تحت خط الفقر في شبرا الخيمه، مش كلام كده؟ ما خدوش تموين لغايه دلوقتي، يدوروا على بطايق التموين اللي اتسرقت وجت بتاعه الناس، يدوروا على حقوق الناس اللي ما جاتش، يدوروا على فلوس الناس اللي ما جاتش. كلب اللي بيسالوا عليه اصلا يوم ما دخل، انا واحد من معبدين الناس، كلبي هجم عليا، انا كنت بحوش احمد، هجم عليا خدني رجلي، خرم لي رجلي من هنا لهنا. انا قعدت 30 يوم في البيت ما بدوش على رجلي بسبب الكلب، وما عملتش محاضر. ليه؟ لان انا كنت بحوش حماده نفسه اللي هو مأذي، اللي هو محبوس دلوقتي. اقسم بالله اقسم بالله ولا اتخانق ولا مسك اصلا في حد ولا ليه دعوه بالمشكله، مجرد اللي هو معدي وبيحوش الكلب زي يعني الكلب طلع على راجل كبير هو بيحوشه، الكلب عم جاي هاجم عليه واخده من خصوصه. طب ده شاب اتدمر. لو اي حد مكانه او استاذ وائل لما طلع ماسك شبره 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 شبره، دي فيها دكاتره فيها محامين فيها مهندسين فيها كل حاجه، الحمد لله. يعني مش هنتكلم عن سيره الشبره، يعني محترمه، غير هو موصلها للاعلام خالص، فيها ناس محترمه. واحمد يعني مره واثنين وثلاثه، انا ساعه الواقعه نادر جاب الكلب ودخل على واحدة يعني أمي 65 سنة، دخل عليها بالكلب ومدخل الكلب جوه. قعدت أقول له ساعة ونص شيل الكلب ده وامشي، شيل الكلب ده وامشي، ما كانش حصل ده كله أصلا. عليه واتعمل له تحليل هيثبت صحة كلامنا، وإن هو بني آدم غير سوي، وإن هو يا فندم راجل بيسكر وبيسكر الكلب. لا والله لو الكلب موجود لكنا جبنا لكم حللتوا له. يا فندم ده لو كلب عازب وماشي في الشارع، هل هما يعملوا كده؟ يعني ده لو كلب ماشي، هما يعني الافتراء وصل لقلبهم اللي هما يجيبوا كلب ملوش دعوه باي حاجه يعملوا فيه الكلام ده؟ لا طبعا، اكيد في سبب. هو ساعة لما سيبه اكيد في سبب. هو ده كلب يا فندم؟ ده مش كلب. ايه الطريقه اللي احنا نتعامل بيها مع وحش بيقول لك الكلب ده نوعين، يعني كلبين من فصلته يهاجموا اصلا؟ والله العظيم والله العظيم كنت بقى راح اودي عيالي الحضانه او المدرسه كان بيسيبهم على العيال. والله كمان مره ان مره بنتي عملت حمام على نفسها في وسط الشارع وهي لابسه هدوم المدرسه بسبب الكلب ده، وما كنتش برضه انزلهم خوفا عليهم. والشباب المنطقه دي كلها والله كمان مره بيخافوا علينا وبيحمونا وبيحموا عيالنا. من ساعه ما الكلب ده ما مات عيالنا بقت تنزل في امان. انا بقيت انزل بنتي الساعه 12 والساعه 11 بالليل في الشارع عشان تجيب لي اي طلب. لما كان الكلب ده عايش هو او صاحبه او اهله والله ما كنا بنرضى ننزل. قبل ما يموت كان جاي بيه هو 15 واحد بفروده وسلاح وجايب الكلب من غير كمامه، وكان جاي عشان مشكله، ودخل على الحاجه هنا في المحل وبقول لها فين ابنك؟ انا حاج. ابني مش هنا. الحاجه مين؟ الحاجه خدت ام احمد. بيقول فين ابنك؟ قالت له ابني مش هنا.
عايز منه ايه؟ قلت له انا عايز زي ما عملت تفهمني هعمل هقل منك في المحل. قال ديت في الشارع وقعد بقى يعمل مشكله قبل ما الكلب ده راح هو اللي جابه هنا وسلمه وراح هو اول واحد ضربه بالمطوه وكله راجع عليه وهو اللي كان بيفترع على الناس. اول ما الكلب ده مات الشارع كله فيه كده. كنت على طول ماشيه في شارع الاهرام وماسك الكلب وعلى طول يفضل يعاكس اي بنت رايحه جايه بالكلب وبيقول كلام ما اقدرش ان انا اقوله. يعني بيقول كلام وحش 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 لدرجه ان انا ما ينفعش ان انا اقوله. قليل الادب. مش مره ولا اتنين اتعرض لي 4 مرات بيتعرض لاي بنت ماشيه في الشارع. اختي الصغيره ما بتنزلش من البيت خالص بسبب اللي اسمه اوشا ده وعلى طول قاعد لنا ليل ونهار. وده اولا انسان مش محترم وانسان مش كويس. فانا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بجد تقدروا ان انتم تحصلوا عليه عشان ده بجد والله 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 العظيم كمان مره انسان مش محترم. انا ساكنه من المنطقه ولا ليا مع الناس دي ولا ليا مع الناس دي. بس الناس اللي محبوسه دي ناس محترمه وناس كويسه وناس ملهاش في اي حاجه اذا كان حماده ولا احمد ولا عمرو. الثلاثه ناس محترمه وناس كويسه. فانا بقول لحضرتك يا ريت يا ريت يا ريت القانون ياخد مجراه ويمسك اللي اسمه اوشا ده عشان بجد ما ينفعش ان هو يقعد في وسطينا.